بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، بغيت أذكركم بحلقة هذه اسمها تلقونها على يوتيوب، سويتها من زمان على سناب شات وحطيتها على يوتيوب، فيها تفاصيل وايد. أكثر أطفال التوحد عادة عندهم مشكلة في الجهاز الهضمي، احنا نسميها الليكي جت، يعني الأمعاء عندهم ما تصفي الأكل عدل وتخلي أشياء تمر. في هذه الحلقة أتكلم عن مسببات التوحد وبعض الحلول لها من منظور الطب البديل، فنتكلم عن الجهاز الهضمي، نتكلم عن السموم، نتكلم عن الحساسيات أو التحسس اللي ممكن يكون لها دور في حالات التوحد. بس اليوم بغيت أضيف حق هذه الحلقة من ناحية أخرى، بغيت أراويكم بعض الكتب اللي تتعلق بالتوحد اللي جدا جدا مفيدة إذا حد حاب يقرأ أكثر. هذه الكتاب كاتبتها واحدة اسمها تيمبل جراندن. هذه تيمبل جراندن هي مرة فيها توحد، وفي هذا الكتاب تسرد قصتها عن شلون هي لما كانت صغيرة كان فيها توحد ووايد ناس ما كانوا فاهمينها وما كانوا عارفين شلون يتعاملون معاها. وبعدين في سنة من السنين كان عندها مدرس علوم في واحد من الصفوف وشاف مستوى ذكائها، لأنهم اجتماعيا يمكن ما يقدرون يتواصلون، لكن أطفال التوحد عادة يكون ذكائهم جدا عالي، فهو شاف ذكائها وحاولها أن يمكن تستخدم هذه الجهة من ذكائها في شيء معين. هذه صورتها في 2011 والحين جدا مشهورة لأنها تتحدث وايد عن التوحد، وأيضا مخترعة كذا شيء بقول لكم عنه الحين. هي اخترعت هذه الجهاز اللي يسمونه The Hug Box، يستعملونه حق الحيوانات عشان يهدئ الجهاز العصبي مع الحيوانات قبل لا يقتلونهم. واختراعها بعد لأن هي فيها توحد فجدا حساسة، فكانت ما ترتاح إلا إذا تقعد في مكان ضيق كأنه يضمها أو يلمها. فهذه الحساسية المفرطة اللي كانت عندها وعند معظم أطفال التوحد أو أشخاص التوحد كانت تخليها تحس بالحيوانات وتحس بألمهم. وبعدين سووا شيء مماثل حق أطفال التوحد اسمه The Squeeze Machine، فيحطون الطفل اللي فيه توحد هنا لأنه هو جدا حساس فيعطي شعور بالأمان. فالطفل الحساس اللي فيه توحد يقعد فيه ويحس بأمان ويحس كأنه في شيء ضامه عشان الجهاز العصبي يهدأ. المهم أن هذه كتابها جدا شيق وقصة حقيقية طبعا، ويعطينا نظرة كأننا قاعدين ندخل في عقل الشخص التوحد نفهم أكثر. هذه هي تيمبل جراندن، تقدرون تشوفونها على كذا فيديو في يوتيوب، هذه واحد منهم تيد توك، وتتكلم عن خبرتها مع التوحد وتعطي طبعا نصايح. Talk a little bit about what exactly autism is. Autism is a very big continuum that goes from very severe, the child remains non-verbal, all the way up to brilliant. ومن كثر ما هي سوت ضجة في العالم حتى فيلم سووا عليها، فهذه دعاية الفيلم تشوفونها على يوتيوب، وهذه الممثلة مثلت دورها في الفيلم. Different, not less. You have a very special mind, you know that? Think of it as a door. A door that's going to open up onto a... وفي أجزاء في الفيلم تراويكم شلون هي تفكر وشلون صار في عندها احتكاك مع الحيوانات عشان تقدر تفهمهم أكثر، لأن مخها يشتغل كذي. في كتاب ثاني يعطينا نظرة إلى العقل التوحدي اسمه The Reason I Jump. هذه اللي كاتبة اسمها ناوكي هيغاشيدا، هو ياباني واشتهر أيضاً. هذه الكتاب تلقونه على أمازون، تقدرون تشترونه أونلاين أو حتى من بعض المحلات الكتب. يدخلنا في عقل طفل عنده توحد عمره 13 سنة، ومكتوب بطريقة جدا حلوة. أنا قريتها لكن قريتها على الكندل، فعندي الإلكترونيك كوبي ما أقدر أراويكم إياه للأسف، ولكن مكتوب بطريقة سؤال وجواب. وفي هذا الكتاب يجاوب هذا الطفل التوحدي اللي عمره 13 سنة، يجاوب على الأسئلة اللي معظم الكبار يبون يسألونها حق أطفال التوحد وما يعرفون يجاوبون. طبعا هذا الطفل ياباني، فالكتاب كان مكتوب بالياباني. وبعدين هذه ديفيد ميتشل هو اللي ترجم الكتاب لانه كان عايش في اليابان وكان يعرف ياباني وانجليزي. طبعا ففي الكتاب يجاوب الاسئله اللي معظم الاهالي التوحد يبون اجوبه لها، ان ليش ما تبون تودون اليد مثلا، ليش ما تبون احد يضمكم، ليش تحسون بخوف مثلا لما تصير الغرفة مليانة ولا لما الأشخاص يحاولون يتقربون لكم. فهو يجاوبها بطريقة جدا حلوة تشرح وتبسط.
وهذه كتاب ثالث عن التوحد يدخلنا في العقل التوحدي. هذه كاتبتها واحدة اسمها دونا ويليامز، اسمها Nobody Nowhere، وتسرد قصتها مع التوحد. والحلو في هذا الكتاب انه يراوينا شلون العقل التوحدي يشتغل، يعني شلون يفكر، شلون يتعامل مع الظروف اللي تصير في حياة هذا الشخص. هذه هي دونا ويليامز كاتبة الكتاب، وهني في هذا الفيديو تتكلم تقرأ منه شوية. I must have been less than 3 years old. أنا جاتني فترة قريت هذه الكتب عشان أدخل في العقل التوحد وأفهمه أكثر، عشان أقدر أسوي المحاضرات أحسن حق الأمهات، حق أهالي التوحد. ولكن الحين إحنا وصلنا مرحلة لأن التوحد فيه ازدياد خارق ومخيف، لازم كلنا كمجتمع كلنا نفهم عقل التوحد. لأن أتخيل أنه بيكون فيه فترة قريبة مو بعيدة بيكونون مجموعة شريحة كبيرة من المجتمع فيهم توحد، وإذا ما نفهمهم بعدين ما بنقدر نكمل كمجتمع. إذا تشوفون من هذه الأبحاث في 1975 كان 1 من كل 5000 شخص فيه توحد، هذه 2009 1 كل 110. والحين حتى المؤشرات تدل على أنه أكثر، يعني هذه صار الحين 1 في 68. طبعا من كل بلد يختلف، ولكن إحنا ما بوايد مختلفين عن أمريكا ولا عن البلدان المتقدمة. عشان كذي أنا سويت الحلقة هذه كل مرة عن التوحد، لأن أتمنى أن كل الناس اللي عندهم احتكاك بالتوحد يشوفون منظور الطب البديل للتوحد.